مش محتاجة المطلوب منك علشان يجيب لي وصفات من جودة تاني. الأسعار نار، لحمة وخضار، وإزاي أنا أوفر في الأكل اللي عجباني. اطبخ يا هاني، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على أكلي. اطبخ يا هاني، كلف يا سيدي، أكلة اقتصادية على أكلي. على أكلي، على أكلي، على أكلي، على أكلي، على أكلي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا على قد الايد. والنهارده اليوم اللي على قد الايد جدا جدا هو اليوم الارداحي بتاعنا، اللي هو لا فيه لحمه ولا فراخ ولا لحمه مفرومه ولا اي حاجه. احنا مخصصين اليوم ده تطلع منه رجيم بقى، تطلع صيامي، تطلع ما فيهوش خضار زي اللي هاوي بقى كل الحاجات دي، النباتي والصيامي والرجيم ممكن يجي معانا هنا جدا. وبرضه اللي عايز يدخن، لان احنا عندنا برضه هنا فطير، يعني كله في دي كتير برضه، فاحنا ممكن نلخص حاجات كتير قوي من الموضوع ده تطلعوا منه اشكال كتير جدا. فالنهارده هنعمل مع بعض اول حاجه دلوقتي هنعملها سمبوسك الخضار او فطير الخضار، دي هنقليها. فدي بقى يعني حاجه تعتبر كده صيامي شويه، بس هنبدل الزبده بالزيت، يبقى كله خضار مع دقيق، مفيش اي حاجه فيه تانيه خالص. فهنعمل ايه؟ اقول لك المقادير الاول. هم مقدارين، مقدارين العجين اللي هو دقيق وزبده. احنا جايبين مثلا 3 كوبايات من الدقيق ومعلقتين من الزبده. ده طبعا ده اختياري بالنسبه لك، كميه الدقيق دي او كميه العجين اللي انت عايزاه دي زي ما انت عايزه. كوبايتين، 3، 4، المهم ان الدقيق بيبقى قليل كتير بالنسبه للزبده. مثلا لو جبنا كوبايتين من الدقيق زي ما المقدار موجود عندك، هيحط لي معلقه كبيره من الزبده. زودتي المقدار طبعا ضعف الكميه، زي ما احنا متفقين ده كده يعني ايه حاجه روتينيه. يعني زودنا الكوبايات لـ3 هنزود معلقه الزبده تبقى معلقه ونص، زودنا الكوبايات لـ4 هتبقى معلقتين. فيعني ايه الكميات دي بقى ترجع ليكي، حابه تقللي بس يعني هتبقى كوبايه تبقى قليله جدا، يا دوبك اقل حاجه انا جايبه لك اقل مقدار ممكن تعمليه اللي هو الكوبايتين. ماشي؟ ده كده العجين ورشه ملح وميه للعجن بس كده. نيجي بقى للحشوه بتاعتنا النهارده، هتبقى خضار. عندنا بطاطس مسلوقه وبسله مسلوقه وجزر هنبشره وكمان بصل وبهارات وملح وفلفل. سهله سهله. اول حاجه نعملها ناخد العجينه الاول. طبعا هنعمل عجينه ايه، ما اقول لك ميه للعجن مش هعملها بقى سايبه يعني، او ميه إيه. هنعملها عجينه متماسكه اقدر ان انا افردها واحشيها، اقطعها واحشيها خلاص. فاحنا عندنا هنا الدقيق، اجيبه كده كوبايتين الدقيق مع معلقه الزبده الكبيره ونحطها في الايه في العجان بتاعي. طبعا او تعجنيها بايديك دي حاجه بسيطه جدا، معلقه كبيره من الزبده لينه كده درجه حراره المطبخ. مش هتحطي زبده، حطي زيت. ونحط رشه ملح، ماشي. اجي اخلط دول مع بعض وهزود الميه شويه شويه لغايه ما تكون ايه كوره عجينه. هي دي العجينه بتاعت، لا فيها بقى بيكنج باودر ولا فيها خميره ولا فيها اي حاجه، هي كده بس. انا عايزه بس اخلط ايه الزبده بكل الدقيق. بص بقى الميه قليل قليل، طبعا انت لو بتعمليها بايديك هي بس سيحي عشان تريحك، سيحي الزبده بتصل كده بسيطه. وحطي برده الدقيق في الطبق وعليه الملح، وابداي نزلي الزبده او معلقتين الزيت، اعجنيهم الاول وابداي زودي زي ما احنا بنعمل بالظبط كده، بسيطه جدا يعني مش محتاجه عجان ولا حاجه. هتتكور اهي خلاص. بس هي كده هتلم نفسها بقى.
اسيبها بقى هي ايه هطفي عليها واسيبها تريح. على ما تريح انا عايزه اعمل ايه؟ ابشر الجزريه دي، احط كده الطاسه دي على النار علشان اشوح الايه؟ البصل والخضار كله، اعمل له طعم. يعني مش هبقى خضار سوتيه كده بس، لا اشوحه كده واحمر البصلايه تديكي طعم حلو للخضار الايه اللي محشي جوه العجين اللي انا هعمله ده. يعني تحس ان كانها فطيره محشيه خضار، والخضار كمان ليه طعم، مش مسلوق بس كده ملوش اي طعم. لا عشان مش هحط له لحمه، يعني كان ممكن انا استعمله سوتيه لو انا بس هضيف له لحمه معصجه خلاص، يبقى اللحمه هتطعم ايه الخضار. انا لا هحمر البصله عشان تطعمي الخضار. ماشي نشوفها كده اخبارها ايه. لا كده ملزقه شويه، يبقى كده محتاجين معلقه دقيق. نزلها طبعا، عايزاها مش عايزاها لينه كده خالص، يعني مش عايزاها تلزق في ايديا عشان انا هفردها واشكلها، فطبعا مش عايزاها تلزق بقى وبهدل الدنيا، هيبقى صعب التعامل معاها. هسيبها تاخد معلقه الدقيق كده وتعيش مع نفسها، واجي انا هنا انزل ايه البصله عشان اطعم بيها زي ما اتفقنا. هديها تحميره كده حلوه تطعم لي الخضار وبهارها حلو قوي، فاهمة ازاي؟ لان مش لازم يكون فيها الحاجه فيها لحمه عشان يبقى طعمها حلو، لا خالص. بس كده كده رشه ملح وفلفل، ممكن الخضار يبقى ريحته حلوه جدا، ريحته هيبقى طعمه احلى كمان من اللحمه. هي دي فلفل اسود. ماشي نيجي هنا ونقلبها ونديها ايه التحميره كده، هسيبها تعيش شويه تدبل خالص وتحمر معايا حلو كده، يعني تبقى ايه لونها مش بني بس اصفر طري حلو، عشان ده بقى اللي هيهيص لي الدنيا دي كلها. شفت بقى الاخبار ايه هنا؟ اه كده كويس. انزلها كده واخدها عندي في بوله بقى ولا في حاجه. احطها هنا على طول، انا كده كده هشتغل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. تهدى هنا حبه كده على ما اخلص الخضار، تكون هي ايه هديت شويه وريحت عشان ابدا ان انا ايه اكورها. هي طبعا انا مش بخمرها زي ما اتفقنا، لا ده انا مجرد ان انا عايزاها لما اجي افردها ما تمطش معايا تاني، تبقى ايه مستريحه كده وتفرد معايا براحتها. ابدا ان انا اجهز الخضار. البصلايه لسه اهي، بديها الطعم بتاعها الحلو بقى زي ما اتفقنا، والبهارات اللي عندي دي اللي هي السبع بهارات، بهارات اللحمه العاديه او اي بهارات عندك، قرفه جنزبيل بقى، بهارات كتير يعني، حاجات تديك طعم حلو كده. وابشر الجزر ده، ابشر الجزريه واحده كفايه، وانا مش هاخد كل الخضار ده على فكره، انا هاخد بس ايه قليل منه اللي انا هوريكي بيه. ليه؟ لان انا عايزه البصل كتير، يعني عايزه البصل يبقى كتير جوه الخضار. وهنا بقى التحدي، هنا التحدي في ايه؟ انك تحببي الناس في الخضار اكتر من اللحمه، فاهمه ازاي؟ ان في مثلا يقول لك لا انا اخد بقى ايه، اخد لا ام لحمه معصجه دي او اخد ام فراخ، لا انا عايزه ادوقه الخضار يقول لا ده اطعمه اطعم من الفراخ واللحمه، فاهمه بالك ازاي؟ دي حاجه مهمه جدا، نتحدى. كده البصلايه انزل بسله مسلوقه كده منها كفايه، جزر الحب كمان، اهو
كده ندبل برده شويه كده البطاطس المسلوقه، ناخد منها برده مش كل الكميه دي. تنزل انت ما تزعلش، ادي كده بطاطس مسلوقه عاملينها مكعبات. ونقلب بقى ده كل الخليط اللي عندنا. ممكن املحها شويه، دي التمليحه المظبوطه. بس كده خلاص ادي الخضار بتاعنا. انا بقى ابدا اسيبه ايه يهدى هو كمان. طبعا هو هنا عشان بسله مسلوقه وبطاطس مسلوقه والجزر مبشور، احنا تحميره البصل هي اللي هتدينا الطعم مع الايه؟ مع الخضار ده كله، وهي اللي عايزه سوا. بس انه بعد كده خلاص كله مستوي مظبوط. انت ممكن كمان تسيبيها تبرد كده وتروحي جايبه جبنه رومي مبشوره، بس بعد ما تبرد خالص حطيها عليها، برده هتروح ماسكه كل الخضار في بعضه جوه العجينه دي وهتبقى حلوه جدا. ده عايزه تحطي ريحه معصجه حطي، بس انا بقول لك الايه؟ الخضار كده لوحده حلو جدا. بس انا بردي جميع الاطراف يعني. عايز تحطي فراخ قطع صغنونه؟ يجوز. اطفي دي كده. خلاص كفايه حبه الخضار دول كده علينا النهارده. واجي اعمل ايه بقى؟ هوريكي دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. اجيب بقى العجينه وابدا اشكلها بقى التشكيل اللي انا عايزاه. انا هشكلها النهارده ايه؟ بس ده كده ولا اشيلها؟ مش مناديل مناديل مناديل. ثواني نضرب بس كده مكاننا لو في خضار واقع ولا حاجه، عشان بيمسك في العجينه ويبقى واضح جدا بيتلكك يعني. العجين عندنا بيتلكك، اي حاجه يروح شابط فيها على طول. جيبنا الشابه نقفل كده بقى العجينه، هي كده ايه استريحت يعني نص راحه مش راحه كامله. ونفردها حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي هتبقى عجينة ايه؟ مقلية، فطبعا لازم تكون رقيقة، احنا مش هنخبزها، لو هنخبزها اقولك مش هتفرق. انما دي احنا هنقليها في الزيت. نحطها على النار عشان يلحق يسخن معايا. واحنا بنشكل ايه؟ العجين بتاعنا. شكليه بقى زي ما انت عايزة، شكلي مثلثات، شكلي دواير، تشكلي اللي انت عايزاه. نفرد بس قوي قوي. يعني يعتبر هنرقه كده، ارق من ايه؟ من العيش. مش انت بتيجي تعملي عيش بترققي العيش عشان ينفش معاك ويبقى حلو، هنا هنرققه اكتر. كده. وطبعا كل ما يستريح كل ما يفرد معاكي حلو. كده ادي كده اهو المنظر ده كده. السمك ده معقول ماشي، ما انا مش هرققه مثلا زي الفطير المشلتت اللي احنا بنعمله اي خالص كده، عشان لازم برضو انا هعمله رفيع، بس اعمله ان هو يشيل حاجه يعني يشيل احجام، ان انا هشيل خضار فلازم يبقى حجمه مظبوط. لو عملته رقيق قوي وجيت حشيته بالخضار هيروح مقطوع مني، فانا لازم ايه يبقى كله مظبوط ان شاء الله. اجي هنا عايزه ايه قطاعه ممكن دي كده، انا اخد اكبر واحده ماشي. ممكن تعمليها مثلثات،
تعمليها الشكل بقى اللي بالنسبه لك يبقى مريح تعمليها فيه كده. نشيل الباقي ده كده. واخليه كده اعجنه على ما دول احشي دول يكون العجينه دي اتريحت اروح ايه فردها تاني. احطها على حبه دي دول كده تاني. خليها كده. اجي هنا بقى امسك واحده واحده كده. نجيب معلقه مش كبيره. ناخد طبعا بص انا مكتره البصل قوي عشان قلت لك هنا اللي هيطعم لنا الموضوع ده ايه؟ البصل. ابدا احشي بقى اخد من كل الخضار مع بعضه. البصل بسله والجزر والبطاطس كده واروح ايه؟ قافله كده اهو عليها كده. ماشي؟ كده. لازم تتقفل حلو. ادي كده الخضار انا هوريها لك كده قدامك كده هنا. انا حاطه خضار كتير عشان برضو يدي طعم للحاجه، ما يبقاش بدي احط خضار قليل تحس تاكلي عيش حاف كده، لا الخضار برضو كتير مهم جدا. وطبعا انتوا بتشتكوا ان الاولاد مش بياكلوا ايه؟ خضار صح؟ فالفطاير دي بقى ان شاء الله هيخليهم ياكلوا الخضار كويس جدا. وانت تطعميها زي ما انت عايزه، يعني هم مثلا لو بيحبوا مثلا البسطرمه ممكن تقطعي بسطرمه صغيره قوي وتحطيها معاها. بيحبوا اللحمه حطي قطعي لحمه صغنونه، حطي مثلا جبنه رومي، جبنه موتزاريلا مع الخضار ده، تزودي بقى الاضافات اللي انت عايزاها. ماشي مش عايزاها تتفتح جوه الايه؟ اتاكد عليها بس كده كويس. جوه الزيت مش عايزاها تفتح قدر الامكان. هبصوا كده نقلبها كده. بطاطسايه كمان. يبقى عملنا العجينه دي ازاي؟ عملنا العجينه دي بدقيق وزبده وميه ورشه ملح. على كل كوبايه من الدقيق نص معلقه من الزبده او معلقه من زيت صغيره. مش صغيره قوي يعني، يعني لو عندك كوبايه الدقيق حطي عليها معلقه زي دي كده من ايه؟ من الزيت. لو انت عايزه تعمليها بالزيت يعني. عشان ايه اخواتنا الصايمين لو عايزين يعملوها يعملوها بالزيت في منتهى السهوله ومش مكلفه خالص خالص. اتك بس قوي ااكد قوي. لو انت حاسه بس انها ممكن تفك منك بميه فرشه فيها ميه كده وترجعيها على الحرف وتروحي ايه ملزقها بيها يعني مثلا كده، وتروحي عامله بقى ميه هنا كده الحرف ده كده مثلا اوريكي برضو. في بوله فاضيه هنا لو انت قلقه يعني ان هو ايه. حلوه قلقه دي. الواحد ساعات يرجع كده لايام المدرسه. قلقه ان هي تفتح منك في الزيت حبه ميه صغننين كده وتعي على الحرف كده. يبقى انت كده عملتي الصبغ بتاعها خلاص. وتعالي بقى اقفلي الناحيه دي عن الناحيه اللي انت عملتيها بالميه، مش هتفتح خالص ان شاء الله. ودلوقتي هسيبك في فاصل صغير واكمل حشو دول وارجع من فاصل نحمر على طول. فاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وخلصت العجين بتاعي وكمان ايه جهزت اللي هعمله بعد كده. هنعمل مع بعض بتنجان وكوسه بانيه. ماشي ان شاء الله.
بانيه اهو، اعتبروه بقى ايه، ان شاء الله يطلع احلى من الفراخ كمان. ايه ده؟ شايفها اتعورت؟ ايه نظبطها. نزلها في زيت على طول، زيت غزير كده. نطور على الايه، على الحاجه عشان ايه ما فيهاش تحتيها دقيق فتلزق شويه في الرخامه، فطبعا يعني اللي تحس ان هو في حته مقطوعه كده الباقي ظبطيها تاني عادي جدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فدي الاولاد هياكلوها حلو جدا، وهياكلوا الخضار وهينبسطوا قوي، يعني الخضار ده حاجه جديده جوه العجين ده هيعجبهم جدا كده. سيبهم بقى يتحمروا وهوريك المقادير اللي عندنا ايه. المقادير اللي عندنا اللي هي بتنجان وكوسه وبيض ودقيق وبقسماط ناعم. هنقلي بتنجان وكوسه بس بطريقه ايه؟ البانيه. مش هيبقى بتنجان مقلي كده عادي يعني كده وكوسه عاديه، لا هنعملهم بطريقه البانيه. يعني تحسي كده انك بتاكلي فراخ، مش هتعرفي ابدا اذا كان ده بتنجان ولا فراخ، يعني بالشكل طبعا مش بالطعم قوي. بالطعم بقى نجيب بس كده ايه طرنشه، برضو هيبقى لذيذ جدا جدا يعني ان شاء الله. اول حاجه هقطع البتنجانه والكوسه، هوريك الطريقه اللي اقطع بيها شكلها ايه. مثلا عندنا بتنجان الطريقه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل الزرعه بتاعته ونقطعه كده، مش سميك قوي ولا رفيع قوي، وسط كده ماشي، يعني مش هنعمله ورقه لا، وسط كده. طبعا الكميه بقى برضو اللي تفضليها، بس خلي بالك البتنجان بيرمي كتير قوي، تحسي البتنجانه بتعمل حبه كتيره. كده ماشي. نيجي هنا بقى اشوف بس ايه اهو، بس بيتحمر كويس طبعا، لمجرد ان انا عايزه احمر العجين الخضار اللي جوه مستوي، فما عنديش فرق بقى ايه تاخد وقت معايا قد ايه، بس اهم حاجه ما احطهاش برضو على نار حاميه قوي، لازم تبقى النار معقوله عشان اول ما تنزل تبدا تصفر وبعدين تحمر. لما تبقى النار حاميه جدا هتنزل ايه على طول راحت محمره، يعني تدي اللون البني على طول، انما لا النار لما تكون معقوله تنزل تصفر وبعدين تخش على الحمران، ده الحلو جدا، انما انها تنزل وتروح مسوده كده على طول لا، مش حلو خالص، عشان كده ما تخليهاش حاميه جدا، خليها وسط بس كده. انا ممكن اجيب منديل احسن برضو نصفي فيه، وبعدين نبقى نشيل المنديل ونحطه في طبق تاني قدر امكاننا، يعني قدر امكاننا. نشيل زيوت قدر امكاننا. كده خلاص استوت، وفي علمك مش هتشرب زيت كتير ولا حاجه خالص، انت بتشوفيها كده شويه يعني وانت بتاكليها مش هتلاقيها مليانه زيت ولا حاجه خالص، لا هتبقى حلوه جدا مظبوطه يعني. انا بقى ايه عملت العجين ده عشان هحمر تاني بتنجان، فمرضيش طبعا اما نيجي نعمل حاجه زي كده هنحمر الاول الحاجه الحلوه، مثلا انت بتعملي حلو او الحاجه اللي مش هتوسخ الزيت، وبعدين احمر الحاجه اللي ممكن تغمق الزيت في الاخر خالص بقى، نعمل ترتيب كده للحاجه علشان ايه. وهدي النار بس شويه عشان الحاجه ايه ما تحرقش معايا. ماشي ادي كده السموسه اسيبه يهدى شويه وبعدين ارصه في طبق تاني. البتنجان اهو زي ما اتفقنا كده، اجيب بس اطباق احط عليها ايه الحاجه، هنعمل لهم ترتيب. احنا هنعمله ازاي البانيه ده؟
دقيق وبيض وبقسماط. ماشي، نجيب كده بقسماط زي كأنك هتحمري فراخ بانيه عادي جدا. عاوز ازود تاني ابقى ازود. وطبق في الدقيق، نتعامل بقى ايه على الواسع يعني. واجيب حاجه للبيض برضو، ممكن نحط البيض في ايه؟ ممكن احط البيض في دي، احط فيه 2 بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط لها ملح وفلفل. بص بقى هنا، عشان الحاجه ديت بقى احنا عندنا هنا بتنجان وعندنا كوسه، فنيجي بقى في الحاجات اللي هي ايه، تحسي ان ما عليهاش الطلب قوي، فتعملي ايه؟ تبهريها قوي، تطعميها قوي بالبهارات. فيجي هنا بس حبه ملح للدقيق وللبقسماط وللبيض. ماشي؟ بيض اكتر شويه. ونفس الحكايه الماء، الفلفل في الدقيق والبيض والبقسماط. هديها كمان شويه قرفه وجنزبيل، ابهر الحاجه قوي، تغني لك بقى، تخلي الخضار عندك غني. جنزبيل وشطه، حبه شطه كده ايه، يحيقوا الحاجه. برضو على الثلاثه حبه شطه وشطه هنا. ماشي، جنزبيل خليها برضو ايه، حلوه قوي. نبهر الحاجه كده، نخليها غنيه بهاراتها. وكمان لو في بصل بودر، كان عندي بصل بودر دلوقتي كنت حطيت برضو، كان هيبقى برضو حلو جدا. بصل بودر، توم بودر، كله كده خلاص. يبقى كده حطينا كل البهارات. ابدا اقلب ده كله مع بعضه بقى كده. نجيب بقسماط تتبهر، ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وشطه كده. وادي الدقيق، واجيب ايه، شوكه للبيض. بس كده، اكله لذيذه جدا وبسيطه، بس خدمتيها شويه. انت حطيت لها بيض وبقسماط ودقيق وبهرتيهم حلو جدا. خلاص كده، ويا دوبك تقطعي وتحمري. اكله لذيذه جدا جدا. وبالنسبه لبقى لو عايزين تعملوا دي صيامي وما فيهاش بيض، ممكن تحطوا حبه لبن مكان هنا، حبه لبن. ده لبن، لا مش هينفع صيامي. طب اقول لكم ايه، بصوا جربوا بالميه، ممكن تجربوا بالميه، جربي واحدة بس. نفعت وظبطت معاك كملي، ما نفعتش خلاص. ماشي، حط زيت بقى هنا كده، ارجعه تاني واعلي عليه النار. اعلي زيت بقى كويس، نفس الزيت بتاع الايه، الفطير بتاعنا. انا كده خلصت هنا بتنجانية، اجي هنا بقى اشوف الكوسه، هقطعها زي الكوسه. كده كده، دي بقى عايزه كوسه كبيره، يعني نقيت اكبر كوسه موجوده عندنا. انت لما تيجي تعملي الكوسه البانيه دي، في كوسه بتبقى كبيره قوي، بتبقى عظيمه كده، هاتيها وسعرها قليل قوي كمان. هي دي المطلوبه بقى. عايزه اقول لك ان الكوسه العظيمه الكبيره دي اكبر كوسه مغذيه جدا، يقول لك هي دي اللي اكتمل الغذاء بتاعها. رقيقه كده، فبرضه حتى ليها طعم تاني والله في الخضار، برضه في الطبيخ طعمها حلو جدا. بس هي عيبها بقى ان هي تتهري بسرعه، فممكن مثلا لو هتعملي كوسه طبيخ ويبقى في نفس اليوم هتخلصيها، ما يجراش حاجه لما تجيبي الكوسه الكبيره دي. انا عايزاها ايه، رقيقه كده،
نقي كبيرة كمان، نقي المقلبزين دول. رقيق خالص زي الايه يعني، ارق كمان، هحاول ارق من البتنجانة علشان الكوسة اتخن شوية، انشف شوية من البتنجان. البتنجان طري، الكوسة انشف شوية، فمحتاجة ان هي تكون رقيقة قوي. ماشي، نيجي بقى هنا. اول حاجة نمشي بالترتيب بتاعنا كده، ونرص هنا كده. انا جايبه عصير ليمون في الاخر خالص بقى، اللي يحب يدفلهم عصير ليمون برضو بيدي له مزازه حلوه جدا. بص هننزل في الدقيق اللي احنا مبهرينه بالملح والفلفل والقرفه والجنزبيل والشطه. ماشي، طب انا خليني اعمل كام واحده الاول كده بالدقيق. ماشي، برضه حكايه الدقيق اللي بتحمر بيها البتنجان دي بيسد مسامه وما تخلوش يشرب زيت كتير، بس ننفضه برضه عشان ما يوسخش الزيت ويبوظه. يعني انت لما تحطي الدقيق كده وما نفضتهوش حلو، هتلاقي ايه لو انت عايزه تقلي يعني من غير بيض وبقسماط الكلام ده كله وبالدقيق بس، لازم تنفضيه حلو عشان الدقيق زاد هينزل بيحرق الزيت، فلازم يتنفض حلو. بالدقيق خلاص البتنجان الاول وبعدين الكوسه، او الكوسه الاول وبعدين البتنجان، يعني مش هتركزي في ايه درجه سوا واحده كده. نفضهم حلو بقى كده. في البيض وننزل على البقسماط. في البيض ندخلها كده، اعمل الطبق ده وبعدين ايه احطه في الزيت وبعدين اعمل غيره كده. بس كده نيجي بقى ايه نحمر في البتنجان على طول. طبعا سخن ده كده خلاص، نجرب واحده ونشوف اخبارنا ايه. البقسماط كده نظبطها بقسماط. ماشي كده، عشان هو هنا اللي هيطعم لنا بقى، والبهارات اللي فيه هي اللي هتطعم لنا الموضوع كله. انا ما تبلتش خالص البتنجان، التتبيله كلها في ايه، في البهار، في البقسماط والبيض اللي عندنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وانا هحمر البتنجان ده وهسيبك فاصل صغنن، ونرجع نكمل بقيه طبقنا. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل والبتنجان خلص، ابدا اعمل ايه في الكوسه. وممكن تعملي العكس، الكوسه الاول بعدين البتنجان، بس هي كلها محصله بعضها، كلها اكله واحده. شوفوا كده هنا، انا بس مرش اتبل الكوسه برده عشان اوريها لك هنعمل فيها ايه. اهي كده ادي البتنجان. جيب بقى الكوسه نفس الحكايه، شرايح الكوسه كده في الدقيق الاول. حلو قوي كده اهو، كده نعفرها مظبوط. اجي المنظر ده كده، خلاص. ونبدا ننزل في ايه، في البيض. شكلها بتاخدي ايه، اتنين بيضه تلاته بيضه. طبعا التحمير ده بياخد كتير. كويس كده، وننزع البقسماط على طول. برضو الكوسه المتحمره دي حلوه جدا جدا،
وخصوصا وهي بانيه كده بتبقى ألذ كتير من في كتير بيحمروا الكوسه زي البطاطس بالظبط، بيعملوها صوابع ويحمروها وياكلوها كده، بس دي كده ألذ. خلاص هي واحده كمان البيضايه خلاص مش هطقش بالتاني خلاص كده. بعدين بقى نبقى ايه نكمل بقيه البتنجان وبقيه الكوسه، انزل دي هنا بقى كده تاني. كده اشيل دول واشطف ايدي ونرجع للزيت بتاعنا، اشيل الحاجات دي. النهارده برده هعمل لكم حاجه حلوه قوي، هعمل لكم عجه بقى سبانخ، عجه السبانخ يعني ما حرمتكوش من اي خضار، كل الخضار معمول. حلقه يوم الخميس دي مهمه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، لان كتير كتير احنا بنقول احنا ما فيش عندنا في السوق غير ايه مثلا كوسه وبطاطس، مش عارفين نطبخ ايه ونطبخ ازاي، هي الطبيخ هو اللي بنعمله بالبصل والطماطم وخلاص. انما لا، الاشكال اللي جايه الجديده دي حلوه جدا وهتحب الاوراق والخضار جدا ان شاء الله. يعني دايما ناس كتير يقول لك ايه ده مفيش غموس، غموس دي يعني ايه؟ لازم حاجه يبلعوا بيها الخضار اللي هي الايه اللحمه او الفليه او كفته، اي حاجه فيها دهون بروتين وخلاص. انما لا، احنا لازم نغير المعلومه دي عشان حتى الحاجه ترخص شويه، لما يكون اللحوم عليها اقبال قليل هتلاقوها بترخص، انما لما يكون احنا اساسينا بروتينات فطبعا لازم تغلى. والله يبقى صح كتير صراحه، يعني يعني الخضار اصح كتير جدا من اللحوم، بس محدش بيقدر يعني، تلاقي كله قال لك ايه ده اللي انت عاملينه ده. لا لا يا عم، مش بخيله مش بخل، ده صحه صحه. هو انت هتعمل عزومه هتعمل لهم بتنجان يعني؟ ده للبيت. كده هي دي الكوسه بتاعتنا. سنه بس صغننه زي ما اتفقنا ان ايه الكوسه ناشفه شويه. طيب كده والله شكلها جميل. طب ايه رايك؟ ولا الفراخ البني اهي. جميله جدا. وكده خلصنا ايه؟ البتنجان والكوسه البني. ماشي بقى النار. وهنعمل مع بعض دلوقتي، ولا خليكي ولعه بزودها بس شويه. هنعمل مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اشيل الزبده من هنا. تعالي يا بطه بعيد. المسقعه الايه مسقعه ايه؟ لا هنعمل دلوقتي مش مسقعه، هنعمل عجه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل عجه دلوقتي اللي هي عجه السبانخ. ماشي، عجه السبانخ دي بتتعمل من ايه؟ السبانخ طبعا برضو انا عارفه ان في ناس كتير ما عندهاش اقبال على السبانخ، والاولاد ما عندهمش اقبال على السبانخ، يقول لك لا مش حلوه، والطبيخ ده بيتعمل مره في السنه صح؟ كتير جدا 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 الطبيخ ده لما يطلع السبانخ هي مره مرتين، وفي ناس كتير بتفوتوا بالسنه من غير ما يعملوا السبانخ. فبقى يعملوا السبانخ ايه؟ اكياس كمان اللي هي مجمده، دي ممكن نستعملها عادي جدا، بس الاحسن احسن يعني بصراحه الطازه. مفيش طازه هنستعمل ايه؟ المجمده. النهارده هنعمل بيها عجه لذيذه جدا وهتعجب الاولاد جدا اللي مش بيحبوا السبانخ، لان هي فيها بيض وفيها جبنه كتير، عندنا جبنه شيدر او جبنه رومي زي ما انت عايزه، هتطعم قوي قوي العجه دي. فاحنا عندنا هنا سبانخ مفرومه وكمان جبنه شيدر وبيض ولبن وبصل وزبده وبقسماط، ده للصينيه، وطماطم معصوره. هنيجي نعمل ايه؟ جيب ووك كده
هنيجي نشوح السبانخ. انا السبانخ دي طازه اكياس، هعملها نفس المعامله. هنعمل ايه عشان اطعمها برضو؟ انا بقولك الحاجه اللي تحسي ان الاولاد مش مقبلين عليها قوي، طعميها قوي، طعميها قوي عشان تدي ايه بالتوابل مثلا والزبده والثوم والبصل، فايه يحبوها بقى ان شاء الله. واللي عايز يحط على دي لحمه مفرومه معصجه يحط اللحمه المعصجه. احنا اتفقنا نحطها في فريزر على طول، دي طلعها كيس صغنن كده قد ربع كيلو وحطيه فوق السبانخ اللي انا هعملها دلوقتي. معصجه مش نيه، لحمه مفرومه معصجه، عايزاها زي ما هي كده، حلوه جدا جدا، وحتى مش هتحسي ان فيها لحمه او ما فيهاش لحمه، مش هيفرق. انا هطعمها دلوقتي طريقه حلوه جدا هتشوفيها دلوقتي. كنت هنا كده هعملها بزبده، انت ممكن تعمليها بزيت. حط قالب زبده كده قد معلقه كبيره من الزبده. ممكن كمان اجيب لها فصين من الثوم كده. اديها برضو ايه طعم حلو كده وريحه حلوه. هنزل البصله عليها قبل ما تتحرق معايا، طبعا الزبده على طول بتعمل المرطه بتاعتها دي. واديها سنه الملح، واروح ايه اقطع لها الثوم. انا زي ما قلت كده الحاجه اللي ما لقيش عليها اقبال ادلعها قوي، يعني ادلعها واهتم بيها كده واظبطها. زي ما قلت لك هنا التحدي بقى، هنا التحدي، هو ده التحدي بتاعنا، ان احنا هنخلي الحاجه اللي مش محبوبه تتحب ليهم وقوي كمان، مش تحب وبس لا، يعني عندنا السبانخ دي مش محبوبه قوي، طب احنا نتحدى ونخليهم يحبوها ازاي؟ بالطريقه دي كده، ان احنا نبهر الحاجه قوي، نديها جبنه، نديها الحاجه بحيث الاولاد ياكلوا السبانخ، لان هي مفيده جدا لكبار وصغيرين، كلها حديد. فانت دايما لما تيجي تعملي اكله كده تحدي مع نفسك، لو الاولاد مش بيحبوا دي اخليهم يحبوها ازاي؟ حدي نفسك بقى، ايه احط ده حبه زيتون، حبه جبنه، بيحبوا الجبنه احطها لهم، بيحبوا مثلا حته لحمه مفرومه معصجه، بيحبوا الفراخ اقطعها شرايح واعملها كده زي الشاورما واحطها عليها. يعني لازم تشغلي مخك بقى. بصوا كده ارجع للتوم بتاعي. خلاص كده فصفص. ده احطه برضو على ايه؟ على البصلايه تديها ريحه حلوه. طبعا الثوم انتوا عارفين ريحه حلوه قوي في الاكل. عشان كمان اللي يشدهم للاكل ريحته، الريحه كمان قبل الطعم، يخليهم يدوقوا الطعم اللي يخليهم ايه يدوقوا الاكل. انا الفريق اللي معايا هنا بيحب اللحوم، فانا برضو بعمل لهم تحدي، بعمل لهم ريحه كده عشان يبداوا ان هم ياكلوا ايه في الخضار مش لحوم وبس. بجرب عليهم يعني. خلاص حطيت ده كده، سواء بقى السواخ زي ما اتفقنا اكياس او انت جايباها اللي هي الطازه وقطعيها حتت صغنونه كده، يعني اغسليها زي الجرجير كده وقطعيها صغنن 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 وحطيها هنا. طبعا هتبقى كبيره كده هتلاقيها ايه خست على طول. هنزل بقى السبانخ كده عليها اهي اهي، دي طبعا اكياس عشان كده ايه فطسانه لوحدها يعني، بس بطعمها بالبصل والثوم اللي انا حطيته كده. تشويحه صغيره علشان البصل والثوم، يعني ده كده كده يعتبر مستويه السبانخ دي، بتبقى واخده بقى نص سليقه كده، ولسه هدخلها الفرن فيبقى ايه كفايه عليها كده قوي. ادي كده السبانخ بس كده خلاص، اطفي عليها النار. انا مش هزود ملح،
انا حتى الملح بتاع البصلاية، بس عامة بتبقى السبانخ محدقة شوية، وكمان هزود لها جبنة كتير. والطماطم دي لا، انا هحط حبة قليلة جدا من الطماطم. كده ابرد بيها بس السبانخ كده شويه، عشان عايزه انزل البيض حبه كمان، يعني حوالي كده نص كوبايه من عصير الطماطم كده. دي بردنا بيها ايه السبانخ بتاعتنا. وحوالي نص كوبايه من اللبن ابرد بيها برضو، مش هحطهم على النار ده كله خلاص، لا ده بره. نص كوبايه من الطماطم، نص كوبايه من اللبن، عصير الطماطم خلاص برد. اديها بقى ايه الجبنه، جبنه كتير، حوالي كوبايه من الجبنه المبشوره، سواء بقى شيدر او جبنه رومي. طبعا دي بقى هتغني الايه، دي هي الاساس بتاعنا هنا، هتخلي بقى السبانخ دي مش حبان، طعم الجبنه هو اللي هيبان، هتغنيه. هنزل بقى ايه خمس بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. بيض كتير بقى عشان دي عجه. ريحتها حلوه جدا. السبانخ مع الجبنه عامله كوكتيل جامد. هنا اربط البيض هنا كده مع بعضه، وبعدين اقلبه مع السبانخ والجبنه والبصل والثوم. دي كل المكونات اللي احنا حطيناها. اجيب بقى صينيه ادهنها بالزبده وارشها بالبقسماط الناعم، وهنزل فيها كل السبانخ دي بتاعتنا، عجه السبانخ. حابب بقى اضيف لها زيتون اسود، حط لها زيتون اسود جوه بقى شكله حلو برده. حابه اضيف لها فلفل حامي، تصدقوا انا هحط لها حبه شطه، تصدقوا الحكايه دي؟ ماشي، معلقه من الشطه برده تخليها ايه، مديها حاجه حلوه كده. حطي بقى فلفل حامي، حطي زيتون زي ما اتفقنا. حته لحم معصجه هتبقى هنا معصجه ومستويه، او لو قطع فراخ مستويه برده يبقى هنا. اي حاجه بقى انت عايزاها. نجيب بس كده ايه، ندهن بقى القالب بتاعنا كده، ممكن قالب زي ده او اكبر شويه حسب ما انت عايزه سمك الايه، السمك بتاع العجايه. يعني لو عايزاها رفيعه كبري الصينيه، عايزاها سميكه يبقى ايه صينيه صغيره. نجيب الزبده ندهن القالب حلو كده، خصوصا البايركس ده لازم يدهن حلو قوي. علشان بيلزق اي حاجه. دي طبقه سميكه. كنت عايزه اجاوب على اسئله من الفيسبوك وانا شغاله كده، كان عندنا سؤال ايه، كان عندنا عايزين الخبز بالجبنه والبصل، عايزين الطحينه والرقاق والبيتزا المكرونه. فاكرين بيتزا المكرونه اللي عملناها دي؟ حلوه قوي، لايقه كده مع النهارده. انا هقول لكم عليها عشان هي لايقه مع النهارده. بيتزا المكرونه دي جبنا مكرونه سلقناها، وبعدين بهرتها بقى بملح وفلفل، وحطيت لها شرايح من الفلفل الرومي الالوان، وحطيت لها زيتون، وبعدين دهنت صينيه حلوه قوي زي كده، وحطيت لها فيها نزلت فيها ايه المكرونه دي اللي حاطه لها فلفل وبصل وزيتون، ورحت قلبها جوه القالب وغطيتها وظبطتها كويس قوي كده جدا جدا جدا، وبعدين حطيت لها على وشها صلصه، وبعدين حطيت بقى كل الخضار اللي انت عايزاه بقى زي عاملاها معامله البيتزا خالص،
خضار، فلافل، فلفل اخضر احمر، مش فلافل الطعميه، لا فلفل الرومي، اخضر احمر اصفر اخضر بس، زيتون، جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، ورحت مظبطاها كده ومدخلها الفرن، كانت بيتزا محترمه. فدي برده لايقه مع النهارده جامد جدا بالخضار بس. مكرونه مسلوقه انا بهرتها برده بملح وفلفل وخضار، هتطلع حبه فلفل على حبه زيتون، ورحت عاملاها طبقه، طبقه ايه؟ طبقه بدل عجينه البيتزا يعني، وحطيت على وشها صلصه، وبعدين رحت حاطه لها الفلفل الالوان مع الزيتون مع الجبن، جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، وبقت بيتزا مكرونه حلوه جدا، وزيتون طبعا عشان الزيتون هنا مهم قوي ان بيملحها. هنزل بقى ايه؟ ادي العجه بتاعتي كده، عجه السبانخ، انا اطلع سميكه شويه، حباها عايزاها رفيعه يبقى كبري الصينيه عشان تبقى معاكي ايه؟ رفيعه. اولع الفرن والع الفرن، ماشي. ادخل بقى العجه بتاعتي كده، بسم الله، ريحتها حلوه جدا جدا يعني. طيب ودلوقتي هطلع فاصل صغير ونرجع على طول، فاصل ونواصل. على قد الايه، على قد الايه. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي انا جهزت لكم صوابع الجبنه، بس الاول اقدم الاطباق دي عشان اشيلها كده ايه من قدامنا، بس اجيب لها شويه خضره، ممكن حبه بقدونس كده نقصقصهم كده عشان بقى ايه نكمل بقى بقيه الاهتمام بالاطباق الايه الارديحي زي ما بيقولوا كده، ما انا هسميها اطباق غنيه مش اطباق ارديحي خالص، هي غنيه بفيتاميناتها. تمام، حبة بقدونس كده هنا وهنا صغننين كده، حتى برضو تحت الايه السمبوسك بتاعتنا او الفطاير بتاعتنا دي اللي هي بالخضار، نحط لها حبة بقدونس كده ونشيكها برضو كده، يعني دي بقى تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء وتنفع تسالي كده، يعني الاولاد لما يحبوا ايه حاجه كده في وسط الاكل تعملها لهم حلوه جدا، يعملهم طبق زي ده وحطيه جنبهم وهو بيلعبوا، هيبقوا رايحين جايين عليه كده احسن بقى من الحاجات اللي بيشتروها اكياس من بره دي، لان هما بيلجأوا للحاجات الجاهزه بيبقوا جعانين بس هما مش عارفين هما عايزين ايه، فاما انت تشبعيهم بالحاجات الطبيعيه دي بتاعتنا احنا هيبقى احسن كتير جدا، يعني تعملهم طبق زي كده وهم قاعدين يلعبوا وحطوا لهم جنبهم رايحين جايين عليه، حلو جدا جدا وصحي طبعا جدا جدا كده. قدم بتنجان كمان، والكوسه المقليه دي وجبه حلوه جدا، خلي الطبق يكفي كله، كوسه جنبها انهم كلهم ايه شكل واحد. بس كده تقدم معاها عصير ليمون وخلاص على كده. نحط لها عصير ليمون. عصير الليمونه كده او نص ليمونه عليها يديها طعم حلو جدا ومزازه حلوه. بس كده اهو، ادي كده البتنجان والكوسه البني، بس عشان نفضي بس الدنيا حوالينا ما يبقاش في زحمه معانا، وادي كده
هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل صوابع الجبنه المخبوزه اللي هتبقى حاجه شبه العيش بس كلها جبنه، يعني كلها ايه؟ حتى الجبنه كده على بعضها حلوه جدا، يعني ما تحتاجش ان انت تعملي جنبها غموس. برده من دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمليها الاولاد وتسيبيها جنبهم ياكلوها رايحين جايين كده، بتبقى حلوه جدا. انا بحب الحاجات دي قوي على فكره، يعني حاجه اللي تحس ان هي ايه؟ فيها العيش بغموسها بكل حاجه مع بعضها. يعني هنا مثلا عندك كانك عامله سندوتش خضار، العيش وجنبه الخضار وكل مع بعض كده حاجه واحده. نفس الحكايه بمخبوز الجبنه، ده طبعا محتاج عيش، تاكلي جنبيه عيش. مخبوز الجبنه دوت او صوابع الجبنه دي كلها على بعضها ومغذيه جدا، ومعموله بايه؟ ببيض، هنعجنها ببيض وهنعجنها بزبادي وهنحط لها جبنه، فطبعا مش محتاجه اي حشوه. لما ياكلوا الاولاد كده بالمدارس حلوه جدا. انا عايز اهم مدارس جدا على فكره، بزق جدا من السندوتشات، فبقعد افكر حاجات كتير قوي ممكن نعملها ايه، بحيث ان احنا ايه حاجات سهله كده للاولاد ياخدوها من غير ما كل يوم بقى نقوم من النوم ونفتح سندوتشات ونحشي والكلام ده، لا. فان شاء الله على خير ساعه المدارس هنعمل حاجات حلوه كتير جدا، مش هتتعبي خالص ان شاء الله. فاحنا دي من ضمنها، دي من ضمن الحاجات دي. انا عجنه الايه؟ الجبنه والبيض والزبادي جوه العيش، خلاص مش محتاجين حاجه تانية بقى. لو هو كل واحد خد 2 3 معاه في الشنطه كده معاه حلوين جدا. هنيجي بصي عندنا اقول لكم المقادير بتاعتنا. هنا حوالي 2.5 كوباية من الدقيق، وعلبه زبادي، علبه زبادي اللي هي صغيره مش هاخد كل ده طبعا ده كتير، 2 كوباية دقيق، علبه زبادي صغيره، معلقه بيكنج باودر، هي معموله هنا بيكنج باودر، معلقتين من الزبده، 2 بيضه، وجبنه شيدر او جبنه ريم مبشوره اللي انت عايزاه. اول حاجه هنحطها هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، كله على بعضه كده. بس الاول ابدا بالاسهل بالنسبه لي، هنزل ايه؟ كوبايه زبادي، يعني كوبايه دي كده كتير، الكوبايه دي اللي هي الكوبايه العاديه اللي بتشتريها من بره اللي هي 110 دي، او اعملي نص كوبايه زبادي. نص، لو انت هتعيري بالكوبايه بتاعت الدقيق يبقى اعملي ايه؟ نص كوبايه زبادي على 2 بيضه. هنا الأول نضرب الزبادي مع البيض الأول، أخلطهم ببعض كويس، نحط البيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر صغيرة على 2 كوباية الدقيق، وأجيب لهم رشة الملح على الدقيق برضو. يبقى انا حطيت ايه؟ علبة زبادي صغيرة اللي هي بنشتريها من بره مع 2 بيضة بنضربهم مع بعض، علبة زبادي و2 بيضة ضربناهم مع بعض، جبت 2 كوباية الدقيق وعليهم معلقة بيكنج باودر، هو نص باكو بيكنج باودر ورشة الملح، دول على بعض ماشي. هنزل، حطيت هنا اضرب الايه؟ 2 بيضة مع 2 كوباية الزبادي، 2 بيضة 2 كوباية زبادي، هنزل عليهم معلقتين زبدة، وكل ده نعمل معاه معركة صغننة. هقلب بيكنج باودر، الدقيق، 2 كوباية الدقيق، معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، كله مع بعضه. هنزل هنا واخليهم كلهم يعيشوا مع بعض بقى، 2 كوباية الدقيق، معلقة البيكنج باودر، رشة الملح، وكمان 2 كوباية الجبنة الشيدر أو مبشورة أو الرومي المبشورة، تبقى كتير طبعا 2 كوباية، يعني عندنا 2 كوبايتين دي خدنا 1 كوباية من الجبنه، ويعيشوا مع بعض بقى. ومعايا الزبادي هنا احتياطي، سايباها ومش عايزه ارجعه ورايا. ليه بقى؟ قولي لي ليه؟ الفريج طلعت عايزه سائل، انا مش هحط ميه، انا العجين عندي هنا مستكفيه بيه بالزبادي والبيض، عايز سائل هضيف له معلقه زبادي، عايز دقيق اضيف له معلقه دقيق، بس مفيش ميه فيها بقى دي خالص. شوف الاخبار ايه دلوقتي في صوابع الجبنه، طبعا يتعمل من غير عجان عادي جدا، يعني عايزه ايه؟ هي كويسه، المفروض انها ترتاح شويه
لان هي كده حلوه قوي. بص هي كده جميله جدا، تحس ان هي بتلزق سنه في ايدك، هسيبيها ترتاح التلزيق ده هيروح منها. انا بقى مش هسيبها ترتاح، فانا عايز اشتغل على طول. اعمل ايه؟ معلقه بس دقيق، معلقه واحده مش هكتر عن كده. الزبادي خلاص شكرا، انما الدقيق ممكن نستعير منه معلقه عشان ايه ما تتعبنيش في التشكيل. ماشي، معلقه واحده كده بس، بعوضها عن عدم الراحه يعني. اشغلها سنه صغننه عشان اشكلها براحتي. انت طبعا بتعمليها زي ما انا وريتك كده، وسيبيها ترتاح. خليك جنبي، ممكن عاوزك هنا. واجيب صينيه خبز وادهنها، ادهنها سنة زيت. نبص على الفرن كمان. سنة صغيرة قوي جدا جدا، يا دوبك الوش يحمر بس بسيط. هو البصمات اللي على الجنب هو اللي اتحمر، بس لسه ليه العجة نفسها لسه ما احمرتش حلو كده. اوريكي بقى العجينه، ايوه بص بقى عملت ازاي، شكلها بقى جامد جدا ازاي. بس برضو حظها حلو. ليه بقى اقول حظها حلو ليه؟ لان انا عندي فاصل وهسيبها تستريح شويه بعد الفاصل. فاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي زمان العجة بتاعتنا استوت تماما كده ان شاء الله، وهقول لك عملناها ازاي وانا شغاله في الايه في الصواب بتاعتنا. بصي اهي كده، هي اللي على الحرف بس هو اللي استوى، بس مش مشكله ده يتنضف عادي جدا. بس هي كده تمام، ريحتها جامده. انا عايزه اقول لك ريحتها جامده، مش مستبانخ يعني. كان سوانك كتير جدا ما يحبوش لها ريحتها مش قوي او مش عاجباهم قوي، انما البصله والتومه اللي انا عملتها في الاول دي عملت ريحه حلوه جدا، والتتبيله بقى بتاعتها وبهرتها حلو كده، ظبط الدنيا معايا قوي يعني. حطينا ايه جبن، بس احنا شغالين دلوقتي احنا العجين الاول. طب واحده واحده ماشي، نبدا الاول في العجين بتاعنا دوت اللي انا عملته. عملته زي العجين ده، بص ناخد ايه، ناخد منه كده كده، نعمل منه ايه صوابع. نعمل الصوابع دي ازاي؟ نعمل دايره الاول كده كده صغننه عشان نعمل حاجات صغيره. قلت لك بقى برضه الوصفه دي حلوه جدا للاولاد للمدرسه، او تحطها لهم جنبهم ياكلوا منها كده، بتبقى حلوه جدا. رايحين جايين عليها كده. دي عملناها ازاي؟ جبنا علبه زبادي صغيره اللي هي نص كوبايه، سيبك انت من علبه زبادي بتاعت بره دي، نص كوبايه زبادي مع اتنين بيضه مع معلقتين زبده، وحطهم في العجان اتخلطوا مع بعض. تاني نص كوبايه زبادي، اتنين بيضه، معلقتين زبده، وحطيتهم في ايه؟ في العجان او على ايديكي، اخلطيهم بس حلو قوي، اخلطيهم حلو قوي. اخلطي نص كوبايه الزبادي مع الاتنين بيضه مع معلقتين الزبده، واخلطيهم لغايه ما اروح ملامحهم. انزلي عليهم بايه؟ انزلي عليهم بكوبايتين الدقيق مع معلقه البيكنج باودر مع رشه الملح. على ايه؟ كوبايتين الدقيق، معلقه بيكنج باودر، ورشه ملح. نعجنهم حلو جدا مع بعض، وبعدين ننزل معاهم بايه؟ كوبايه جبنه رومي مبشوره او كوبايه جبنه شيدر مبشوره، اما اي نوع جبنه مبشوره، يا جبنه شيدر يا جبنه ايه؟ يا جبنه رومي. ونعجنهم مع بعض حلو لغايه ما نحصل على العجينه دي. طبعا البيكنج باودر هو الخميره بتاعتنا هنا، ونسيبها لغايه ما ايه؟ تهدى. بعد ما هديت تقعد لها بتاع نص ساعه، تعالي شغليها. انا طبعا شغلتها على طول، بس ايه رشتها كده بمعلقه دقيق عشان تشتغل معايا على طول. ربنا يكفي رشاش شويه يا رب. وبعدين نشكلها بقى، نعملها دوائر كده، وبعدين نعملها صوابع،
وندخلها الفرن تستوي على طول ونقدمها للأولاد. حلوة جدا جدا جدا، مدارس، رحلات، في البيت، حاجة مغذية ولذيذة وطعمة كده. اهو نعملها بالطريقة دي كده. ماشي، بص انا بعملها كور واسيبها ليه برضو عشان اديها شوية راحة، ان هي ايه خدت معايا راحة في الفاصل شوية، وكمان اديها انا حبة راحة هنا. ابدأ اخد اول واحدة انا كورتها واعملها صباع براحتي دلوقتي، هوريها لك كده. هقول لك وانا شغالة كده عملنا العجة، عجة السبانخ ازاي. عندك سبانخ طازة او سبانخ في اكياس. السبانخ الطازة هتغسليها وقطعيها زي الايه زي البقدونس كده والايه والخضرة، قطعيها حتت صغنونة كده ماشي. هاتي بصلاية قطعيها جوانح، هاتي معلقتين من الزبدة حطيهم على النار، حطي فيهم البصلاية وشوحيها شوية وحبة ملح، وبعدين نزلي معاها التومية تومتين كده، دي اللي مدية ريحة حلوة جدا فيها، وايه شوحيهم البصلة حلوة قوي يعني. صفري البصلاية بالتومية بالايه بمعلقتين الزبدة بملح وفلفل. تعالي بقى هنا وحطي بهارات كمان عليها تبقى حلوه جدا. بهارات، بهارات ايه؟ اي بهارات لحمه، اي بهارات عندك، ملح وفلفل، قرفه، جنزبيل، كمون، اي روح انت بتحبيها بقى من البهارات حطيها فيها. وبعدين تعالي نزلي فيها ايه السبانخ، خلي السبانخ تاخد من ريحه البصل والبهارات اللي احنا حطيناها دي كلها والثوم، قلبيها كويس حلو قوي قوي. وبعدين ايه تعالي طلعيها بره بقى، حطي عليها ايه نص كوبايه عصير طماطم، ده بعد ما طلعناها مع النار زي ما هي في حلتها كده. انت دوبك بس شوحتي السبانخ مع البصله والثوم والتوابل وشلتيها على النار، هنبردها بنص كوبايه عصير طماطم نحطها عليها، نص كوبايه لبن نحطها عليها، ونقلب السبانخ مع ده كله مع عصير الطماطم. هتكون بردت بقى، اللبن بارد وعصير الطماطم بارد، حطيناه على السبانخ فبرد السبانخ. ننزل عليها بايه كوبايه الجبنه برضه مبشوره، يا رومي يا شيدر زي ما انت عايزه، وقلبيها معاها. انزلي عليها خمس بيضات، طقشي خمس بيضات ونزليهم عليها وقلبي ده كله مع بعض، وصبيه في طاجن او في صينيه ودخليه الفرن. انا هنا عندي سمكها عالي شويه، انت ممكن تجيبي صينيه اكبر وتخليها ارفع من كده زي ما انت عايزه تشكليها. جيبي عند الصوابع هنا خلاص، دي عجه السبانخ. اقول لك ايه، طيب عشان احنا عملنا اول حاجه دي ممكن يكونش حد قاعد معانا من الاول، عملنا فطاير الخضار. فطاير الخضار شبه السمبوسك بالظبط. انا عملت ايه فيها؟ جبت العجينه بتاعتي دي عباره عن ايه، كوبايتين دقيق ومعلقه زبده ورشه ملح وميه للعجن، مفيش اكتر من كده، بسيطة جدا وسهلة خالص. يعني جبت كوبايتين الدقيق وهتحطها في طبق، وعملتها في العجان بس حطها عادي جدا. سيحي معلقتين الزبدة، مش دحيه وسيحيها بس، نزليها على الدقيق ورشة ملح، وايه ابدأي اعجنيهم بمية، زودي مية واعجني لغاية ما تحصلي على عجينة شبه دي كده، اوقات انشف شوية بس مفيش حاجة خالص، هي كوبايتين الدقيق ومعلقة الزبدة ورشة ملح ومية للعجن. عجناها عجينة عادية عادية جدا. جيت بقى رحت قيس سبتها تريح شوية صغيرين، وبعدين فردتها، ولا في خميرة ولا بيكنج بودر ولا حاجة، فردتها قدامي كلها كده، وبعدين قطعتها بالقطاعة دواير. جيت على الخضار اللي جوه برضه عشان اطعمه برضه، طعمته بالبصل برضه، اديته بصل ورحت مشوحاه على النار وديته كل البهارات، ونزلت بقى عليه ايه بطاطس مسلوقة صغنونة حتت صغيرة وبسلة، وحطينا بقى ايه كمان، كان بسلة وبطاطس وجزر مبشور، بشرت الجزر وهتحطها عليها وقلبت ده كله مع بعضه. طبعا البص مسلوقة والبسلة مسلوقة، الجزر مبشور مش هياخد حاجة خالص، يدوبك تشويحة على النار مع البصل والخضار خلاص استوى. ننزله ونبدأ حشينا بيه الفطاير اللي احنا عملناها المدورة دي وقفلناها حلو قوي، وحمرناها في الزيت، أكتر من كده مفيش، سهلة جدا. وطبعا عملنا جنبها النهاردة الإيه البتنجان والكوسة البانيه. بتنجان وكوسه بانيه عملناها ازاي دي؟ طبعا سهله جدا، عملناها بيض وبقسماط ودقيق، بس انا عشان نحليها ونحلي ريحتها ونخليها حلوه وعليها اقبال، احنا عملنا ايه؟ قطعنا بتنجان رفيع والكوسه رفيع، جبنا طبق دقيق، طبق بيض، طبق بقسماط، حطينا على كل واحد فيهم ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وشطه. خلاص؟ ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل على الثلاثه، على البقسماط وعلى البيض وعلى الدقيق، بهرنا الكل. وبعدين جبنا البتنجان والكوسه حطيناهم في الدقيق، وبعدين نزلناهم في البيض، وبعدين نزلناهم في البقسماط وحمرناهم في الزيت بس كده، ورشت لهم عصره ليمونه وخلاص على كده. خلاص نرجع بقى لعجنتنا تاني، احنا دلوقتي كورناها وارتاحت معايا، كنت برضو ايه بديها شويه كده شويه راحه على ما خلصت الشرح ده. احنا عملناها دايره، نبدا نعملها صباع كده كده
اهي على اي سطح عندك كده المنظر ده، وتحطي هنا كده. اجي بقى برضو ايه، انا باخد اول واحده، انا برتب برص بالترتيب، واخد مع اول كوره انا عملتها اجيبها وايه واعملها بالمنظر ده كده كده ماشي اهو، باخد بالترتيب على طول كده، ما تاخدش معايا وقت خالص. ان كلها بقى دي صوابع الجبنه، ليه مسمينا صوابع جبنه؟ لان هي فيها جبنه كتير جدا، الجبنه الشيدر او الجبنه الريم مبشوره، زي ما انت عايزه. طبعا الجبنه الشيدر دي انت بتجيبيها من عند الراجل قطعه سليمه وبشريها انت، لان انت لو خليتي بشرتها لك هتلاقيها ماسكه في بعض التاني مش هتعجبك. فانت مثلا بتطلبي مرات جبنه شيدر، لو انت عايزه تعمليها جبنه بشيدر يعني، اطلبيها منه قطعه سليمه وبشريها وبشره البصل عادي جدا. هبصوا كده، هي دي اصابع الجبنه. مش انا قلت لك تنفع مدارس ليه بقى؟ عشان احنا دايما بنبقى عندنا شكوى الاولاد لما ياخدوا سندوتش معاهم يرجعوا بيه تاني والحشوه اللي جواه تبوظ او الحشوه تقع من الساندوتش. لا كده احسن كتير جدا. احنا هنعمل حاجات من دي كتير قوي ان شاء الله. نتفق مدارس، مش مدارس بس، وشغل كمان، رحلات، مصايف، الحاجات دي كلها حلوه جدا ليها. يعني انت لو طالعه مصيف وعملتي كميه من دي قبل ما تسافري مثلا وتاخديها معاكي ما بتبصش بسرعه، بتقعد لها كذا يوم. بس كده خلاص المنظر ده كده اهو. انا طبعا هتنفش شويه، فانا ما ايه هديها برضو مجال شويه ان هي تنفش براحتها. كده وهدخلها فرن في الرف الوسطاني على 180 درجة، وهسيبها تاخد راحتها في الفرن. دي تبقى صوابع برضو مش طرية قوي، تبقى حلوة كده مقرمشة شوية يعني، ولا مقرمشة ولا طرية، حلوة ماسكة نفسها كده. طب والغلابة دول؟ مش مشكلة نحطهم في حاجة تانية. حط دول بقى كده ايه، حطها في الفرن دلوقتي على طول كده. هي فيها بيكنج باودر فهتنفش على طول، ووريك اللي احنا عاملينه قبل الحلقه اهو بالمنظر ده كده. ادي صوابع الجبنه، شوف منظرها ايه. وقلت لك ايه، ما بتبقاش طريه قوي ولا ناشفه قوي، بتبقى وسط. عشان كده بقول ان هي مده صلاحيتها بتبقى طويله، يعني ممكن تقعد معاك ايه فتره طويله، كذا يوم، ثلاث اربع ايام ممكن تقعد معاك مش هيحصل لها اي حاجه، في علبه كده يعني ان شاء الله. وكده خلصنا حلقتنا النهارده، وعملنا لكم النهارده السمبوسك بالخضار والبتنجان والكوسه البانيه، وعملنا عجه السبانخ، وعملنا صوابع الجبنه. ويا رب اكلنا النهارده يكون عجبكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. استنوني هنعمل مع بعض اكل احلى واحلى ان شاء الله. الى اللقاء. Thank you.